بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم عدنا لكم كذلك بزوج حبات طفرة، الله يبارك كما راكم تشاهدوا في الفيديو. عدنا هذا الفاصيات الله يبارك باقي 2022، عنده لي زونغل في 8 بيضاء، الأجنحة عنده زوج على الأدروات بيضاء، وعنده وحدة على اللاكوش في الديل تاعو ما عندوش، وبيان سير في لي زونغل قلت لكم في 8 بيضاء الله يبارك بالغرشة بكل شيء، حاجة تاع خدمة. بالنسبة للاطاي نقولوا في الانترميديال ما راهوش كبير بزاف، ما راهوش صغير، يعني زعقته فقط، يعني الديل تاعو اللي يبان طويل بزاف، سينو هو ما راهوش كبير كبير بزاف. قلت لك هذوك نزيد نجبدوه وتشوفوه مليح. وعندنا كذلك يعني حبة مفقودة في الايمو جون خوتي، يعني الايمو ربما كاين بزاف ناس اللي تعرف الايمو، ولكن لي بريبار تاع لي ايمو كامل في البلون، ولكن كيما راكم تشاهدوا هدايا راهو في الجون الله يبارك، ومام لاطاي في الانترميديار يعني ما راهوش كبير بزاف، يعني هذا الايمو صغير على الفاسياتو اللي راهو قدامه. هذا باقي 2023، وبالمناسبة في زوج لي مال دائما خوكم ناصر يعني كي يجيب حاجه يراهو يدير لكم فيديو عليها. رقم الهاتف راكم شدوه يعني في اول فيديو، المكان متواجدين في بومرداس، وخدمه التوصيل متوفره على ربي ان شاء الله. دوك نجبدوهم هكذايا باش نوضحو لكم الصوره احسن. شوف الله يبارك يعني حاجه شابه في الفاسيات. اذا نجبدوهم وتشاهدوا. اذا هكذايا جبنا لكم الفاسياتو هذايا الله يبارك فوق ناصر، هذه الشده ديالو هكذايا باش تشوفوا مليح الطائر هذايا. شوفوا الكورجا الله يبارك يعني ما شاء الله محلو لا كومبلي دوبلي روج كذلك كما راكم تشاهدوا، والظهر تاعو شوفوا حاجه شابه. يعني قلت لكم في اليد ما راهوش كبير بزاف خوتي، فقط يعني الديل تاعو اللي طويل بزاف. بالمناسبه يعني قلت لكم في الديل تاعو ما راهوش يعني ما عندوش ريشات بيضاء، ولكن هنايا في الدروات هذه كما راكم تشاهدوا هاي ليك ريشه بيضاء، وهذه راهي تنوض يعني باسكو كانوا تنحاولوا كان يطيحوا له هامليك باش تشاهدوا مليح فقط. هاي ليك هذه راهي تنوض في البيضاء، وعندنا هذه كذلك، وهنايا عندنا ريشه واحده فقط يعني كما راكم تشاهدوا كذلك راهي تنوض هاي ليك يعني هكذايا. هنايا باش نقدروا نقولوا اذا عنده ريشه من لاكوش، عنده ريشه من لادروات، وبيان سي لي زونغل تاوعو في 8 بيوضه، لي زونغل تاوعو في 8 بيوضه الله يبارك. هكذايا خوتي يعني مام لا سونتي الله يبارك راه بون سونتي لي انتيريسي يتواصل مع خوكم ناصر. الان نزيدو نجبد لكم الايموجون الله يبارك كذلك حبه شابه الله يبارك. الان خوتي زدنا جبنا لكم هدايا الايموجون، الايموجون هذا كذلك يعني قلت لكم ميم لاطاي تاعو ما بحبش الكاميرا يبان لكم كبير ولا صغير، مي حاجه صغيره يعني راهو في الانترميديال حاجه قيس قيس الله يبارك كما راكم تشاهدوا. شباب بزاف يعني الايموجون شباب، يعني في البلون راح يبان لكم سيفري مقرين عادي، ولكن في الجون حاجه شابه الله يبارك كما راكم تشاهدوا. هذا استعمال، هذا استعمال شوفوا جناحته الله يبارك، هذا مليح لي يضربوا معاك فيما لا ساتيني الله يبارك بياسر في الطفره، يعني راح يقدر يجيب له ولا نورمال يقدر يضربه كذلك مع الكلاسيك تاعنا راح يقدر يجيب له حاجه شابه الله يبارك. هذايا هذا شوف تورني لكم تحت وقبيوح يا اخوان، هذا في الايمو جون لا طايق لكم في الانترميديال ما راهوش كبير بزاف. باقي 2023، هذه هي السلعة اللي جابها اليوم خوكم ناصر، المهتم يتواصل بينا نديرو له ان شاء الله نمرو. شباب دائما الى كاين جديد راح نتهلاو فيكم، نقول لكم تهلاو في رواحكم، دائما الدعم لقناة ناصر تي في. السلام، بسم الله ما شاء الله.